السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة طبخ ونصائح خديجة. اليوم غادي نوجدو معاكم ريب منزلي ساهل والأهم ناجح 100% بلا كوكوط ولا عذاب. كيجي بنين بزاف، أنا متأكدة إلا جربتوه ما غاديش تبدلو هالطريقة. التحضير ديالو غادي نحتاجو لتر من الحليب، 3 معالق كبار حليب مجفف أو نيدو، 3 معالق كبار سنيدة، ممكن تزودوها ولا تنقصوا منها، هذا كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. انا ما كيعجبنيش يكون حلو بزاف. وغادي نزيدو ساشي فاني وياغورت بنكهه الفاني. وضعنا الحليب فوق العافيه، غادي نخليوه حتى يقرب يفيض ويتكونوا هاد الفقاعات اللي في الجناب كيف ما كتشوفوا، عاد نطفيو عليه. ودابا غادي ناخذ اناء اخر، نقسموا الحليب ديالنا على جوج، نخليوه يدفى شويه، ضروري فاش نجربوا بالاصبع ديالنا خاصنا ما نتحرقوش، خاص الاصبع ديالنا يولي يستحمل الحراره ديال الحليب، يعني ما يكونش الحليب بارد، خاصو يكون اكثر من دافي فاش نبغيو نزيدو باقي المكونات. انا دابا كنحاول نبردو شويه، وبعد ما دفلينا الحليب غادي نزيدو على النصف الاول ساشي فاني مع سكر سنيده والحليب المجفف، ونحركوهم مع بعضياتهم شوية. وفي الأخير غادي نزيدو ياغورت ونحركوهم مزيان حتى يتجانسوا مع بعضياتهم. وبعد ما حركناه مزيان حتى تجانس لينا الخليط، غادي نضيفو الخليط الاول على الحليب اللي كنا قاسمين ونحركوه حتى هو شويه. ودابا نصبوه في كيسان ولا زلايف ونغطيوهم الا كانوا عندهم غطاواتهم، ونغطيوهم حتى بالفيلم اليمونتير مزيان من الجوانب، ونزيدو حتى شي مانطا صغيره باش يتفالينا مزيان، ونخليوه على الاقل 8 ديال السوايع. وقبل ما نقدموه نوضعوه في الثلاجه شويه يبرد، ممكن تزينوه الا بغيتو بلي فخوي، هذا كيبقى اختياري. وهذا هو الشكل ديال الريب ديالنا بعد ما خرجناه من الثلاجه، كيف ما كتشوفوا كيجي زوين بزاف، راه خرج ليا بالضبط 7 الكيسان من هادو. نتمنى تجربوه يعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بالسلامة عليكم.